بتحتوي على الندوات وتيجي في بداية الندوة وتفضل قاعدة طول الوقت وحد يستدعيها في الآخر وتمشي من غير ما تتكلم. فأنا والله العظيم كل مرة ببقى زعلانة وحاسة بإني يعني ما عملتش أي واجب تجاهها في أي وقت. وأنا دلوقتي عاوزة أسمع منها، هي بتكتب قصة جميلة جدا، تقول لنا قصة من القصص الجديدة اللي هي تفكر من القصص القصيرة نستمتع بها بإذن الله. القصة الجميلة ليلى سعيد عبد العالي. وليست قصة، يعني أحسنت.